اخوتي انا قبل ما نقول لكم السلام عليكم، انتم احبابي واخوتي والقناه ديالي ديالكم، انتم اللي كتدعموني وكتتفرجوا وكتعطوا من وقتكم الكثير. كنتمنى منكم ما تبخلوش عليا باللايك، راكم باخلين عليا باللايك بزاف. قد المشاهده خص تكون قد اللايك، اللي كيشوف يدير لايك، الله يكثر خيره والله يعطيه من خيره والله يجعل سيدي ربي يسر امره، لان اللايك كيزيد يدعمنا اكثر. كنتمنى حتى التعليقات تعلقوا سواء مزيان ولا خايب، وكنتمنى ولو تكون حاجه ما عجبتكمش تكتبوا بلي راه ما عجبتكمش، ولا عجبتكم تكتبوا ان عجبتكم، وما خسرين والو غير اللايك. وهذا دليل على انكم كتوريونا الاشياء اللي خايبه والاشياء اللي ما خايباش. عادي ما كاين عندناش مشكل سواء لايك او ديزلايك، ماشي مشكل، المهم ان يكون تواصل بيناتنا. وكنتمنى من عند الله الله ينصركم كيف ما وقفتم معنا في هذه القناه اللي هي الحديثه. وبصراحه انا اللي ما وصلنا ليه عجبنا بزاف بزاف احنا والطاقم اللي فيها. وكنتمنى من عند الله ما تنساوش لايك، ما تنساوش، الله يكثر خيركم والله يعطيكم من خيره. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. هذا الضجه ديال نعيمه البدويه باقي ما بغاش تسالي، وجد دخلت فيها واحد الجمعيه حقوقيه دوليه على ما يقولون، ولكن هذه الحقوق هي اللي جات معها واحدة السيده اخرى اكيد ومؤكد انها غادي تكون حقوقيه. جاوا يعالجوا الموضوع على اساس انه هذا الشيء وهذه الضجه هذه ما خصهاش تجي، لكن هما زادوا بعد ما كحلوها عموها. وكيفاش كيفاش ان هاد الناس ما جاوش يوعيو نعيمه يقولوا ليها، وسمحوا لي قلت لها نعيمه لان ما نقدرش نقول الاسم الاول ديالها وما نقدرش نقول الاسم البدويه لان لا تمثل الامه ولا تمثل المراه البدويه. بدل ما يجيو يوعيوها ويقولوا لها هادشي اللي درتي راه ماشي هو هذاك وماشي بالحق ولا في القانون ولا في الشرع، يعطيك الحق انك تسبي الناس. على ما اظن ان نعيمه كانت جايه مشارجيه من مكان ما، كانت جلسه معروضه جلسات تكلمات على ما اظن انها جلسات تمكنت من الكلام وجات سخونه باش ترد على الكلام اللي سمعت. انا قلت على ما اظن لاني انا ما كنتش جالسه معهم، وانما هذه هي الكلام اللي كيتقال. جات جلسات وسدت عليها الباب هي والزوج ديالها المصوم، وكانوا بغاو يتكلموا حتى هذاك الكلام الا ما قالوش كان غادي يتفرقوا، وخصهم يتفرقوا ويوصلوا الكلام. الدليل ان هاد السيده عندها قناه وهي مؤثره من الدرجه الرفيعه، كانت كطالب الناس في واحد الوقت وجيز انهم يدخلوا عندها، ومنين يدخلوا عندها هاد الناس كانت كتعالى وما كترفض ان تتكلم مع واحد المجموعه صغيره، كانت كطلب فوق من 4000. وفعلا دخلت عندها واحد النسبه، ومنين دخلت دخلوا فضول. هذا دليل على ان الناس ما كانوش كيعرفوها شنو غتقول، ولكن كان عندهم حب استطلاع بالنرفزه ديالها، وانهم كانوا كيعطيو واحد العناوين انهم غيتفرقعوا وانهم جايه اليوم تهضر وان رجعوا عليها، وان كانت كتعطي عناوين كتوه الناس وبغاو الناس يفهموا اشنو هو الموضوع اللي كان طلع. خصها تفهم هاد السيده ان القناه الا حلتها راه ما خصهاش تدخلها بهذه الطريقه، ما خصهاش تدخل ليها بطرق خايبه. اوكي تدخل بعنوان مفبرك، تدخل بعنوان اللي يجلب المشاهدات ماشي مشكل، لان هذه هي الخبره اللي خدوها اصحاب القنوات انها تدخل بواحد، مع العلم ان بعض المشاهدين ما كيبغيوش داكشي، ولكن بعض المرات ان المشاهده ما كتجيش الا بعد هاد العناوين. احسن انها تدخل وتبدا الكلام وتقول اللي دار لي لايك الله يعطيه الجنه ويعطيه الخير، واللي دار لي ديزلايك الله يعطيه الكونسير في صبعه. نهضت الضجه فعلا، قاموا الاعلاميين والفنانين والمغنيين والممثلين واصحاب القنوات الكبرى والصغرى، والناس كلها تكلمت ورفضت، وحتى الناس في الشارع ما عجبهمش هذا الموضوع. ومن حقهم، جات هذه الجمعيه قالت لها ما عندهمش الحق انهم ينوضوا ويجيوا ضدك، عندك الحق انك تقولي اللي بغيتي، وخصك تدعيهم وتوصلي معاهم المخزن وديري محامي باش يولي الحق معاك ماشي ضدك. مع العلم ان نعيمه
خايفة ومرتعبة من الموضوع، وكانت كتقلب على أي واحد يجي ويساعدها ويساندها ويفهمها ويبرد عليها. هاد السيدة هادي اللي جات كحقوقية وجلسات وكتقول حقوقية جمعوية دولية أمريكية أوروبية الله أعلم شومها صنفت من عنوان نفسها تحطه، إلا وأنها ما عندهاش خبرة لا للتواصل ولا للتعامل ولا حتى خبرة في مجال المهنة اللي هي جاية عندها. لاش جيتي أصلا عندها؟ لاش جيتي كتقولي لها كلام ما ينفعهاش كيزيد ضرها وكيشجعها؟ وزادت قدامكم دعات على الناس وقلت لها سكتي سكتي، لا لا لا، قولي حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا سيف كيطلع من الأرض للسماء وكينزل على الظالم غير المظلوم. هذه دعوة حق ربي سبحانه وتعالى، كيقول لك الإنسان إذا تظلم أو تضر يقول حسبي الله ونعم الوكيل، ما فيهاش ضرر للناس إلا ما كانوش ضارين، فيها المنفعة للناس إذا كانوا ناس مزيانين. هاد السيدة جات وكتقول لها اختك ناضت حسنت شعرها، وانتي في موضوع جاية خصك تنوريها خصك تنبهيها خصك تقولي لي هذاك الكلام ما تقوليش، خصك تدخلي محاربة الأمية أول شيء، ثاني شيء خصك تعرفي تجيبي شي وحدة اللي توريك، راه كاينين تبارك الله الناس اللي كيرشدوا مرشدات كيوريك كيفاش تهضري كيفاش تاكلي كيفاش تجلسي كيفاش مع من تجلسي مع من تهضري، الوقت اللي تهضري فيه الوقت اللي كيكون فيه الصمت. وانت يا الاخت نعيمه احنا جينا باش نقولوا لك خصك تكون عندك واحد الصبر طويل وكبير وتعودي تسمعي اي كلام، لان انا عندي قناه غادي تصبري غادي يجيك لايك ويجيك ديزلايك وغادي يجيك كلام خايب وغادي يجيك كلام زوين، وهاد الناس كلهم اللي دعيتي فيهم وناضوا لك راه يمكن ما انت قاصده ما دعيتيهمش ولا دعيتيش فيهم، ولكن انت دعيتي فيهم بالدليل انك دعيتي فيهم. علاش؟ لانك انت قصدتيهم كاملين، وبالرغم انك تقولي شي حد عايرك كنتي غادي تخرجي له في الوجه من قناتك اللي هو باسمه، ما تخرجيش وتعايري الناس كاملين، لان هادوك اللي سبحان الله اللي عايروك وقلتي وسبوك هادوك الاخت الفاضله خصك تقولي لها هادوك ماش كاينينش معاك كيديروا لك الديزلايك، ربما يكون عندك 5000 ديزلايك و10000 لايك، هادوك 5000 كلهم راه ماشي هما اللي يهضروا فيك، هادوك ما عجبهمش القناه ما عجبهمش الموضوع ما عجبهمش المحتوى ما عجبتيهمش نتيا طريقتك مثلا، تتكوني عاجبه ما كتوصلي لواحد الحاجه كيدير لك ديزلايك، وديزلايك مزيان واللايك مزيان، هذا كيبين على اساس انك نتيا كديري شي حاجه والناس كتفرج فيك، كتجمعي اللايك مع الديزلايك كتخرج لك 15000 ماشي غير 10000 اللي كتشوف فيك، او مثلا هادوك غير اللي داروا لك البصمه، اما الناس اللي كتفرج راه كتشوفي من تحت منها كيكون اقل. خصك تفهمي هذا الموضوع هذا وتقولي لها لازم تكوني واحد السيده لان الحين تشهرتي، ماشي تقولي لها انك انت مناضله. عرفتي شنو هي المناضله؟ هي اللي ما كنتيش كتفهمي شنو هي المناضله. المناضلات هما اللي حاربوا مع رجالهم هي من الاستعمار، المناضلات اللي هما حزموا السلاح وداروا في ظهورهم وطلعوهم على انهم حوامل او بيبيات صغار حاطينهم حازمينهم، المناضلات هما اللي كانوا قاطعين الطريق في الفرنسيين في ايام الاستعمار وما كيخليوش العدو يدخل داخل، المناضلات هما اللي جابوا الاكل وجابوا السلاح ودوزوه وسط العدو، المناضلات هما الشيخات اللي كانوا كيوصلوا الكلام غير بالغنى وبالنشاط وهما وسط العدو، وكانوا الناس كيفهموا شنو كيتقال غير بالغنى، هذوك هما المناضلات. المناضلات هما اللي داروا شي حويج اللي الوطن للحين باقي ما كفش ليهم انهم يديروا ياخذوا الحقوق ديالهم على ما يرام، ومنهم اللي خداو منهم اللي مازال. المناضلين والمناضلات هما اللي خلاو البلاد كبرات باش جاها اليوتيوب باش دخلت ليه نعيمه، هذيك هما المناضلات. المناضله اللي هي كتعتبر نفسها مناضله خاصه هي المراه اللي كيموت لها الرجل وكتقري وليداتها او كتطلق او الرجل عندها فقير بحالها هي وكتربيهم وكتوكلهم وتشربهم، لكن كتبقى مناضله بيتها كنعطيوهاش الحق ان تسب الناس ونقولوا لها راكي مناضله. هاد السيده صدقت راسها وتيقات على اساس انها راها دارت شي حوايج ما دارهمش صحاب البكالوريا وصحاب الماستر وصحاب الدكتوراه. هاد السيده واحد النهار طلعت وقالت انا الباك شديته غير في اليوتيوب. هاد السيده كتيق شي حاجه اللي هي فاهمها بالجهل ديالها،
ما نقولوش انها هي ما كتفهمش ولا ما كتعرفش، لا، مرأة قادرة تفهم مادام وصلت القناة ديالها لهذاك العدد، الا وفاهمه وعارفه اش كتقول. لكن هاد سيدك شنو ما قلتو ليا، ظريفه ما ظريفاش، ولكن تتعلم الحقد. مره كتخرج وكتسب في الناس، مره كتخرج سبات بالكونسير عباد الله، وكتقولي ليها هاد الناس هادو ما كانوش فايقين بالسرطان. لا، فايقين فايقين الناس بالسرطان وعارفين، والناس اللي قالوها اصحاب القنوات اللي قالوا تضامن هاد الشيء مع اصحاب اليوم العالمي للسرطان لمرضى السرطان. علاش كتجي وكتسرحوا لها واحد الحاجه بحال داك الدري الصغير ملي كيهرس الحاجه كيقول لي صافي ماشي مشكل ماشي مشكل؟ لا، خصنا نجلس ونقول ليه داك الشيء اللي هرستي من حق، ماشي من حقك تهرسو، وداك الشيء اللي بغيتي تاخذ ماشي من حقك تاخذه. تربيه، راه الانسان كيتعلم حتى كيهزوا ليه الناس صبعوا في الشهاده وكيقولوا لي تعلم الشهاده لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله وهو على فراش الموت. ما تنوضوش وتقولوا لي هلا عندك الحق ديري هذا الشيء وما عندهمش الحق. لا يا السيده، انا ما سبتش الناس اللي هي راه طالعه عارفه مع من كتهضر، خاصها دير القناه ديالها خاصه للناس اللي كيتعايروا معاها وكيسبوها وتخرج تسبهم. اما هذيك القناه اللي ان فيها الناس كاملين داخلين، خاصها تكون فيها بواحد المحتوى زوين. راه ما قالوش لا لا وقيف العربيه، راه داكشي علاش نضنا لك، ما كايناش هاد الهضره. بالعكس، هي قالت لك انا جيت للمدينه باش نقري وليداتي، راه هذوك الناس هما اللي ضامنوا معاك باش دخلتي للمدينه ودرتي فيها الدار وتقري فيها وليداتك. خصك هذيك ما تنسيش، وانتي اللي جايه كتعاودي ليها المنظمه العالميه الدوليه وجايه كتقولي ليها، خصك تقولي لها هاد الناس فضلهم عليك. راه 4 ولا 5 ومنهم حتى اختك الا بغات تسبك، ما خصكش يكون عندك الرد، ولو ما يكون عندك حق الرد ما خصكش تردي. علاش؟ لان انت ترقيتي وليتي واحد السيده معروفه ومشهوره، خصك تعطي الناس ما يفيد، ماشي غير اللي ناضت وبغات تسب عجوزها ولا تسب خالتها ولا تسب امها ولا تسب اختها. تنوض تطلع وتبدا تتعير في عباد الله كاملين، المغاربه الفاعلين ولا المغاربه المصانعين. لا، عيب هذا الشيء. انت منين جيتي خصك تكوني جايبه معك وحده مؤثره، مع عفوا مؤطره، باش تاطرها في التعليم في الكلام. تقول لها هذه غادي تبدا تجي عندك، غادي تدفعي لها مبلغ وقدره، غادي تجي عندك 3 ايام ساعه في النهار ولا ساعتين في النهار، توري كيفاش تجلسي وكيفاش تهضري وكيفاش تحطي. هذاك السيد اللي كيصور ليها، كنسمع انا بالله راه السيد راه قاري وفاعل وصانع. علاش هاد السيد هذا ما يقولش ليها هادشي اللي قلتي ماشي هو داك الغلط ديالو، هو اللي ما حدفش، وانما هو خايف منهم لانه جاي سخان، بغى ماشي مشكله انا نطلع داكشي اللي بغاو. لا، راه كيكون هدايا، وهذا اللي راه اي خطاب كما كان رسمي كيتلقى، الا وكيدوز على 3 4 ديال الناس، وهذوك الناس كيجلسوا حتى كيكتبوه حتى كيهضروا فيه، وعاد كيتلقى وكيعاود يتلقى وكيتلقى، عاد كيتعطى باش كيتلقى رسميا. ماشي غير كيجي بنادم غير حل فمو، غير حل ليا فمو قول، حل ليا فمو قول، نجرحو ولا ما نجرحوش. خصك تبيني ليها بان هذيك السيده اللي مشيتي عندها ودارت هذا الخطا، قولي ليها انت كمؤثره ونجحتي في هذه القناه، راه خصك طيبي خاطر الناس، خصك تهضري مع الناس، خصك تعاودي لهم معاناتك من القريه اللي كنتي فيها للمدينه اللي جيتي، ونهار اللي كتمشي شنو كديري، وملي كتكوني في المدينه شنو كتقولي على الباديه. ما خصش كلمه الباديه تخرج من فمك، انت لا مثلتي نفسك ولا مثلتي المراه الباديه. هذا الشيء راه عيب وما كيتقالش، وما كي ما كيتصوروش الانسان انه يقوله، لان جمعيه جايه وباغا تهضر كنتسناو شنو غادي تهضر، وفي قناه نعيمه يعني عطيتيها الحق حتى انك انت لداخل وتهضر في القناه ديالها. علاش بس الناس يشوفوها يديروا ديزلايك؟ عادي ماشي مشكل، وقولي لها ان اللي دار لك الديزلايك راه بحال اللي دار لك لايك. بالعكس، انه راه خد من وقته تفرج وما عجبتيش، او ممكن تفرج في النص وخرج. علاش دابا كتبكي وباغا راه كناكلوا بها راه كنشربوا بها، ولا نتقدوها على بناتها؟ راه بناتها طلعوا كيهضروا بنفس اللهجه بنفس الكلام، راه حنايا دعوتنا راه ما كتنزلش الارض، وراه حنايا كنديروا، راه ربي راه كيشوف فينا، وحنا دعوتي من هنا ودعوتي من لي. وانت شكون غادي يدعي لك؟ انت الناس شكون غادي يدعي لك؟ راه الناس صحاب السرطان اللي اتصلوا بالناس اخرين وبكاو وتحركوا وتحركت المشاعر ديالهم.
مابقاوش تخرجوا وتبغيو ديروا محاميين وديروا شنو بغيتوا ديروا، ديروا شكاوي وتبغيو ديروا تاخذوا حقك وغادي كتزيدي تشجعيها وهي كتزيد. مثلا مثلا حنا فرضنا ونجحات هي في هذا، غتخرج تخلي ضربونا كاملين، عيب هادشي اللي كديري كمنظمة، جمعية منظمة حقوقية دولية. سمحي لي راه ما عندكش فاش تهضري، ما عندكش اش تقولي، راه جارك جارك اليوم الا غلط راه كتدقي عليه الباب كتهضري معاه كتقول ليه هذا راه غلط وهذا راه صح وهذا، بغى ما بغاش كتسخري اللور، وانما قد ما تسد عليه الباب الا وكيعرف ان راه هذاك الوقت اللي جيتي وهضرتي معاه الا وانتي عندك الحق. كنتمنى هذه الجمعيه تراجع نفسها، غير بغات تدعي شجعيها تدعي، لكن الناس خصهم يدعيوك حتى انتيا ويدعيو الجمعيه اللي جيتي منها الجمعيه كلها، لان طلقت لنا واحد الفيروس اخر خرج كيشجع على الكلام اللي جايه نعيمه كتقولوا اللي تشحنت فيه في مكان ما وجات كتدافع على ناس ضد ناس، كتدافع على محبوبه اللي دابا ما قدرش تجي تتكلم معاك، الا مشيتي قلتي لهم خرجوا هضروا غيقولوا لك ما نقدروش نهضروا غادي نكثروا المواضيع وغادي يحيقوا بينا بلا حنا قلنا وقلنا وقلنا، لكن هما حاضرين هم صوريهم وعارفين شنو داروا وعارفين شنو قالوا وعارفين شنو الامور فين فين غاديه. اتقي الله واتق الله معك هذيك الجمعيه، وكنتمنى من الناس اللي باقين ضد نعيمه يكونوا ضد الجمعيه ويخليوا هذا المحامي يطلع ونشوف شنو غادي يدير قدام المحامين الكبار، والمحكمه ديال الدنيا راها عارفه شنو كاين، والمحكمه ديال الاخرى ربي ما خفاته خفيه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.